وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله محاضرتنا راح تكون مراجعة كونها الامتحان تأجل للأسبوع القادم. إن شاء الله اليوم راح تكون المحاضرة مراجعة. راح بالبداية قبل ما نبدأ نحكي بموضوع المحاضرة، موضوع أن تكون مدمجة أو مفصولة. اللي لاحظته انه اني اريدكم خصوصا بمحاضرات التقديم تكونون مدموجين حتى تستفادون، تعتبر لكم كلكم مراجعه. محاضره الذن يعني المراجعه الامتحان اريدكم مدموجين بيها حتى الكل يستفاد، بينما محاضرات الشرح. السلام عليكم استاذه. عليكم السلام، اهلا مسلم. نقدر ناخذها استاذه بشكل اذا ممكن اليوم اقدر هذا رايح عندي شغله اذا ممكن. نعم حاليا مسلم. بالطريقه يعني. انت شنو ما سمعت؟ اي استاذه اليوم ما اقدر احضر اذا ممكن. شنو السبب؟ شنو السبب؟ يعني سبب غيابك؟ حاليا نسيت بالطريقة شغلة، فلذلك انه ما قاعد اسمع كلش واضح. محمد يسجل المحاضرات مثل ما تعرف، اريدك تسمعها مسلم. صح، من ترجع اوكي، عندك شغل ما تقدر تسمع، ان شاء بس من الله ترجع ان شاء اريدك الله تسمعها. اوكي ان شاء الله نعم، ان دي شاء الله كانت المغادرة. في امان الله. يا الله. هذا بالنسبة إلى المدمج والمفصول، اللي إحنا ندمجكم لأن نحتاج الدمج، لأن أنا أشوف إنه الدمج أفضل خصوصا بعملية الشرح. أريدكم ما تنفصلون. أنت يمكن من الطلاب اللي أواجه مشكلة إنه أنتم تحبون تكونون مفصولين، بقية الطلاب اللي أدرسهم يبدون سوا ما يحبون يكونون مفصولين، بس لكن جروباتكم الظاهر يحبون تكونون منفصلين. هذا الشيء من حقكم، براحتكم. عندنا مراجعة أريدكم سوا، بالامتحان لازم تكونون سوا، وبالتقديم هذا موضوع التقديم أريدكم تكونون سوا حتى تسمعون بعضكم، ما أريد يكون التقديم فقط تسمعون للطلاب من جروبكم. هذا سبب الدمج بهذه المحاضرة. اللي عرفته إنه أي جروب أي مسويين بول، أو يعني هم يفضلون الفصل، مع أنه نسبة المشاركة 38، يعني أكو طلاب ما مشاركين بيها، بس عموما أنا وياكم يعني ما عندي أي مشكلة بالفصل ما عدا المراجعة والامتحانات ومحاضرة التقديم، أريدها تكون مدمجة حتى الكل يستفاد. لحد الآن واضحة وجهة نظري بالنسبة لكم؟ واضحة أستاذة. وأصلاً إحنا جاي نمشي بالمحاضرات الفرنسية مدمج، ومحاضرات النثر أيضاً مدمج طول السنة، يعني مو بس النحو مدمج، يعني ماكو أي عذر ثاني ما يقبلون بيه مدمج. سبب إن الطلاب ما يردون المدمج إنه تشويش، ومع إنه أنا بمحاضرتي أصلاً ما تتقاطع، يعني أنا من أبدي أشرح ما أسمح لأي واحد يحكي. فما اعرف يعني الطلاب اللي عندهم غير فكره، اتوقع جواد عنده يعني عنده فكره، ما اعرف موجود لا لحظه خلينا نشوف جواد يعطينا وجهه نظر. ما موجود جواد؟ ما. استاذ جواد يعني موجود. السلام عليكم. تعال جواد تعال، مدري كيف. السلام عليكم. والله ما ادري. ست العفو، احنا شنو المشكله؟ انا بالنسبه لي انا شخصيا ما عندي فد سبب يعني بالدمج، والا هو شريد من عدل المحادثه دمج او مفرد، يعني نفس الشرح ونفس ال... شي يفرق اذا 100 طالب لو 50؟ ما يفرق شيء يعني. نكون صريحين، ست يفرق بس شنو المشاركه، مرات يعني ما يتكسر هاي واحده.
الطلاب ست الطلاب احنا ما نريد دمج احنا ما نريد دمج. فانا تواصلت ويا يعني وياك ست في الخصوص. نعم قلت لهم يابا المحاضره راح تبدي واللي عنده وجهه نظر يطرحها على الدكتوره. انتم كل شيء يعني كل شيء وقلتوا جواد وجواد مو صحيح ست انا اخوهم مو كل شيء تجيك التهايم وانت قاعد بالبيت بالضبط. قالوا لي انت ما تريد دمج وانت ما تريد مفرد هو انا شنو مثلا مقرر قسماني؟ لا لا بالضبط سويت لهم تصويت سويت لهم تصويت قلت لهم الميل تخلي صوت وانا راح انزل الاستاذه واقول لها تفتح الموضوع بالمحاضره اللي عنده شيء خلي ناقش شكرا الاستاذ. شكرا شكرا يا جوان. لا والله انا اطلاقا ما الومك يعني بالموضوع ادري بيك يعني ناطق باسمهم. اللي انا جت الفكره بالي ممكن غير محاضره مثل بها تشويق اللي اشوفه انا بال يعني بالنحو من ادمجكم لو اشرح وما ماكو مقاطعات من اشرح لو تقديم وماكو مقاطعات بالتقديم ما اعرف شلون ممكن بغير محاضره بها وجهه نظر. ممكن المحاضره اللي دمجكم وياها يعني اللي هي المحادثه ممكن يصير بها خلل هذا ما ادري بيه هاي محاضره مو الي فما اعرف فممكن تكون هاي وجهه نظرهم هذا اللي اني استشفيتها من هذه الطلبات. بس عموما الطالب اللي عنده مشكله بالدمج خلي يحكي يعني ما عدا موضوع انه الدكتوره العفو المشاركات صحيح بالدمج تصير شويه يعني بيها مشكله دكتوره رانيا. نعم تفضل. العفو هي يعني هم من يطرحون الفكره علي كالاسود بس من توصل نقطه يفتحون المايك ويحبون على الراي. يا خلينا نفتح المايك نفتح المايك مرة صديق جواد. السلام عليكم. عليكم السلام. اي تفضل كبش البداء. والله كبش البداء راح عندنا علينا الطلاب بس قدم مدري شنو راح عندنا الخمسه سولف حظي. لا الدمج يعني بايجابيات وبسلبيات لكنه احنا كطلاب نفضل كل ما يصير عدد اقل كل ما يصير انه احنا نفهم بالماده نركز بالماده خصوصا بالمحاضرات الالكترونيه. ليش؟ لانه انقطع النت ما سمعت فصل النت راح اطلع راح ادخل هذا هوايه ياذينا. لانه محاضره النحو احنا عندنا المحاضره الدسمه المهمه لانه هم حضوري هم احنا نريد نستفيد من عندها ونتعلم من عندها وهي شيء اساسي. هذا يعني وجهه نظري ما ادري بعد بقيه الطلاب. اي بصراحه وجهه نظر محترمه انا يعني اخذ بهذا العين الاعتبار ولذلك ما اسمح بالمقاطعات. أدري إنه من يكثر العدد تكثر المقاطعات. فلان حضر فلان يريد يدخل دي يسجل دخوله من اسمح له يعني أكو مقاطعات. صحيح وجهة نظر. بلي هو هذا بلي يعني هو هذا. بس بالعادة أنا ما اسمح بهاي المقاطعات يعني أنا بالنحو بس أشرح إذا منتبهين إنه يوم الساعتين هن ثلاث يونتات آخذكم بس أشرح إنه بس يعني أسمح أول 10 دقائق دخول الطلبة بعدها من ندخل طلاب ونبدي بالشرح وخلاصنا يعني بعد من نسمح بالمقاطعات لهذا السبب على مودكم. أنا ما ضرني المقاطعة أقدر أوقف مرات تنسيني وين كنت بس بشكل عام ما تأذيني. أنتوا على مودكم. فعموما إحنا نستمر أنا اللي أريده بس التقديم المهم عندي الشرح عادي أشرح مرتين مو مشكلة أشرحهن و اي اطلاق ما عندي مشكله بس اريدكم من تقدمون انتم اريدكم تكونون سوا اريدكم تسمعون بعضكم هذا اللي يهمني صح لان اشوفكم اذا جروب واحده تدامون واحد تسمعون واحدكم اريدكم تسمعون يعني طلاب اي يسمعون شرح طلاب بي هذا الشيء يهمني صراحه. محاضرتنا اليوم مثل ما قلت لكم راح تكون مراجعه. أنا قررت إنه جزء الأول من المراجعة يكون للتقديم. عندنا بعض طلاب ما مقدمين أسماءهم موجودة وما مقدمين. عندنا مثلاً نبأ عبد علي اسمك موجود نبأ موجودة تريدين تقدمين مادة ولا لا؟ لأن مراجعة ما ردت أثقل عليكم بيونتات جديدة فحبيت نرجع نحكي بنفسهم هذين ال 11 يونت الداخلات بالامتحان. نبأ ما موجودة؟ ليش؟ مو تقلتي ذيك المحاضرة قلتي خلي تقدم بدلي نبأ منيرة.
هسه هاي المحاضرة ما تقدمين شلون من جروب اي مين يحب يقدم بدون مراجعة؟ هنشوف مين اللي يقدم بدون مراجعة. سيد والله بصراحة الطلاب يعني 90% من عندهم ملتهين بالشعر، عندنا امتحان حضوري. عندكم امتحان اليوم؟ اليوم؟ هسه؟ لا مو اليوم، يوم الثلاثاء أو الأربعاء. اها محتارين بالشعر وغيرتوا النحو مو؟ هو هذا الجرى، هو هذا الجرى. هو هذا اللي صح. استاذ هذا ايضا بيكون في شرح. يا اخي نهيتي يمكن هذا اعطيك نص درجة بعد راح. اوكي اني اراجع مو مشكله. منو بجروب بي يحب يراجع الماده؟ من عنده هيك يعني يريد مراجعه؟ ما حد يشرح اني اتبرع اشرح. سكينه تفضلي. لا ما حد يقول يشرح اني اشرح اخذ يعني اشيل جروب بي اي جروب اي. ما سمع تبين الشرحين لو لا ما افتهم اللي تقول. اقول لك اي اشرح اذا القاعة مالتي ما حد يقدر يشرح أنا أشرح مكانها. إذا شنو أنت تشرحين؟ اللي افتهمت إنه أنت تشرحين صارت شوي قطع. إي نعم قلت إذا القاعة مالتي ما تشرح واحد من عندهم ما يتبرع أنا أتبرع بدالها. أها إحنا حاليا نريد متبرع من أي قاعة يعني ممكن تشرحين؟ قدرين؟ إي نعم بس ما أعرف أي يونت حضرتك تختارين. أي يونت تردين؟ أي يونت من الداخلات من الامتحان؟ من البداية إلى وين ما وصلنا؟ أي يونت براحتك. من 36 إلى 46 هذني اليونتات اللي أبي. نعم 44 لحظة. شرحنا ثلاث يونتات بالمبدئية، شرحنا ثلاث يونتات. نعم. أنا على عام الشرح والتقييم صح؟ وأنا شرحتها معكم. نعم نعم صحيح. محمد صلاح وما شرح. نعم ونبأ منير شرحة. نعم يعني اختاري اليونت؟ اختار لك اني لو انت انا افضل انا اختار بس خاف احرجك ما ادري كيف. لا نعم اختاري عادي هو كيف راح يعني المواضيع اللي اريدك يعني اريدكم كلكم بشكل عام تراجعوها تسيطرون عليها. موضوع الوش يونت 41 استخدامات الوش يا ريت لو تشرحينني. تمام موجود بصفحة 82 تريدين أسوي عرض للشاشة لو لا؟ نعم تمام. بس نبدأ جاي تقول لك أقدر أشرح؟ إي عادي براحتك. خلينا أنا بحاول أظهر الشاشة للطلاب. نبأ نعم ممكن تشرحين بعد سكينة. نعم استمري بالمراجعة راح ننطي سكينة بعدها مو هسه بعد الطالبة هو سكينة. موضوع لوش أنا يعني جهزته. لا حاليا سكينة راح تشرح الوش تقدرين تراجعين يعني هو أنا الموضوع اللي جهزته موضوع الوش بعد ما أدري تختار هي غير موضوع عادي مو هي هسه انا اختاريناها هي ما عندها مشكله اصلا سكينه نختار لك غير موضوع انت عادي مش غيره. الشيء الثاني اللي احب تركزون عليه الود اللي موجود ب 36 ممكن تشرحي لنا اختيار الود واستخداماته. تمام 36 نبأ بعدها راح تشرحي لنا الود بعد القالبه سكينه. شنو نسيت؟ راح تشرحين الوش بعد سكينة إن شاء الله. أوكي. It's all yours سكينة. السلام عليكم طلاب. أهلا لك صاحبكم. يونت 41 وش.
Section A. We use ball لاختصار مالتنا السير دي وابنات when in an engine section action in a section we think of something that is natural. هذه فقرة A يقولك نستخدم وابنات عندما نتمنى أو نتخيل شيء هو ليس حقيقي, يعني شيء نتخيل عالم الخيال إنه أسوي أو هذا الشيء أتمنى. مثلا أنا أتمنى أصير شاطرة بس هذا عالم خيالي مو شيء حقيقي, يعني أتخيل إنه أنا راح أصير شاطرة بس مو شاطرة أنا أصلاً. تمام؟ عندنا مثال it would be nice to buy a new car but we can't afford it. هنا هو يتمنى إنه يشتري سيارة جديدة بس هو ما عنده. تمام؟ يعني وضعيته المادية مو تمام. طبعا ال world الاختيار الاختصار العفو مالتها دي والدي اذا بدنا في اضيف لها النوت, بس مثل ما قلت ثانيه متى اذا اختصارت نزلوها كامله. ال world اذا سواء مثبته او منفيه تنزلوها كامله وتختصرها نهائيا. الفعل اللي يجي بعد world حسب الزمن, يعني مرات يجي مجرد ومرات يجي باضافه حسب الزمن وحسب الصيغه مال الجمله. For example number 2 I would love to love by this say, يعني أنا أتمنى أو أنا أفضل ويتمنى إنه يعيش على البحر بس هو أصلاً ما يقدر يعيش هناك أو ما عنده إمكانية سواء مادية أو شيء خاص بيه ما عنده في يقدر يعيش هناك. And then for example A shall I tell Chern that happy need. No, I would not say anything. أنت بتطلب وراء would هنا صار وراها الفعل مجرد مو يعني تحت إضافة أو مجرد هنا حسب الزمن موجود بالجملة. I would not say think anything in your station. We use would have down when we in engine sentence. إنه هنا شوي يعني يريد يعني من تريد تتحدث عن حدث أو حالة حدثت بالماضي أو شو يعني شيء حدث بالماضي وأنا حاليا جاي أتكلم بي, نستخدم هاي الصيغة would have وأضيف done يعني شيء اختيار ممكن نضيفه ممكن ما أضيفه, والفعل قلت لكم وراء حسب الجملة حسب اللي يجي وراء هذا الزمن أجي أنا أختار الفعل بس أنتبه للجملة بيازم تتحدث وأضيف الفعل. Or action in the past يعني الحدث صاير بالبا did not happen. They the help use a lot. I don't know what we have now. We won't have down without their happy. For example, two. I did not tell say that what happened. He won't not have been pleased. طبعا هنا صيغة مؤدبة. تمام هذا الزمن صيغة مؤدبة والتكملة مثل يعني هاي الصيغة الوولد منفية أو مثبتة يجي بعدها هاف زائد بين زائد التكملة مثل الجملة وتكون فعلت انت كلها. كامبري وولد do and would have done. For example I would call Lisa but I don't have her number. يعني أنا أريد أخبر هاي البنية بس أنا مو عندي رقم هذا الحدث وين هذا الحدث هسه جاي أحكي لي مو حدث بالماضي وجيت هسه جاي أرتب لا أنا الحدث حاليا جاي أحكي لي أنا أريد أخبرها بس رقمها مو عندي. نفس المثال بس استخدام صيغة الماضي in the past I would have called Lisa but I don't have her number past. انتبهوا للصيغة فوق الصيغة ما بيها have. تمام جوا الصيغة بيها have والفعل انتبهوا له الفعل مضاف له easy. تمام for example I do not going to invite them to to the party they will not come anyway. For example I did not invite them to the party they would not have come anyone.
مهمات للصيغة فوق بالحاضر وحاليا بالماضي، والصيغة مالتها كلش واضحة. We often use world in system with if C. C unit 83 in the 14. يعني يقول لك تقدر تستخدم الworld بصيغة الاف، يعني من ضمن يعني ممكن انه تدخل الworld والهاف الهاف العفو الاف سوري بجملة واحدة، يعني ممكن جملة تتكون بها world وممكن موجودة بها if. تمام، قاعدة اف اكو بها مرات تجي بالوسط وفارزة وكذا، هاي قديمة حاليا بالموجود هنا بهذا السكشن. I would call Lisa if I had her number. شوف الاف هنا، الاف كأنما فصلت ما بين الحدث، كأنما حد خلت قاطع ما بيناتهم وكملت الجملة، بس الصيغة نفسها هي نفسها. الفعل قلت لكم حسب الموقع، يعني الاف ما مدرع تغير شيء، بس الفعل تتحدث يعني نجيب لك اياها هي فراغ، تنتبه عليها فراغ يعني خطة بيها او تلعب بيها، مجرد الوقت يعني تلعب لك بالفعل هنا بالزمن مالت الجملة وتكمل على اساسها. هاي بالناو حاليا جدتي، اذا تحكي بالماضي الفعل قلت لكم ماضي وضعفت دي. If I had her number. تمام، would have الاف الماضي نضيف له ايدي، والفعل اذا اجى بالحاضر نضيف له حسب الموقع مالته وحسب سكشن بي. عندي مقارنة ما بين ال would have وال would، يعني شلون اقدر اميز بيناتهم او شو كنت استخدمها وشو كنت يعني شلون، يعني مرات ما ننتبه للجملة او بالامتحان نخربط. انتبه مرات يفصل لك الحدث، انت انتبه للحدث، الحدث وين صار وشون هو، شون يعني انطى بكوز، انطى سبب لهذا الحدث، مين يعطيك سبب لهذا الحدث، انت تقول هذا الحدث صار بالماضي هو جاي يحكي عليه هسه، يعني حدث وهسه جاي يسأل بيه هو. مثلا انا الوضع شيء كلش يعني تمام، يجي من انت بهذا الحدث انه اعرف هسه جاي يحكي هو بالماضي، فاني اكو قاعدة الي اختارها بالماضي، اذا بالحاضر اما اكو قاعدة اختار بيها. تمام، عندك comparative مقارنة ال world and world. عندي مقارنة ما بين ال world وال world. تمام، ال world اختصار ال all و comma، ال world بتلك مختصار هدي والنفي مالتها مالت نفس الشيء، بس انتبهوا علي الاختصارات ثاني ما تريدها. تمام، من هسه اقول لكم I will stay a little long. I have got plenty of time. يقول له أنا هنا أنا راح أبقى أطول لأن حصلت وقت زيادة. مثلاً مثلاً نفترض إنه واحدة متزوجة وزوجها على بيت أهلها، تقول لأهلها أنا راح أبقى هنا أنا. يقول لها شنو السبب؟ أنا إنه أنا طول وقت إجازتي أو الوقت صار أطول. تمام؟ I'd say a little long, but I only have to go now. So I can't stay long. هنا أنا بقى هنا يقول لي أنا أود أن أبقى، بس شنو أنا عندي سبب لازم أروح. مثلا أنا أريد أبقى هنا وياكم، بس أنا أريد مثلا أنا أريد أبقى بالمسائي بس ما أقدر، حولوني للصباحي. تمام، ملاحظة sometimes would would not in is the past of would would not compared. يقول لك إيه ملاحظة، يقول لك أحيانا الول والولد نوت يصير إن الماضي مال الول والولد. تمام، يعني الماضي مال الول الولد الولد والولد هما النفي مالتها والاختصار أكدتوا عليه. تمام، هذا البوكس اللي قدامكم present to past. I will call you on Sunday. Sorry. الباست شو صير؟ يصير توم sad. He won't call me on Sunday. المثال الثاني I burned a world letter.
any bonus that she will not be let. شوفوا هنا بهاي الجملة انتبهوا للفعل be. شوف التحويل اللي صار هنا، أنا تنتبهون عليه. ما استخدم الأزو الأم يعني ما خلاهم هنا غير الزمن مالتها وخلى البي فعل بي. دام the car would start. Lisa الباص. Lisa was anyway because he car would start. يعني قلنا أني هنا أنا بالمثال الأول يقول له توم قال لي راح أخابرك الأحد. تمام؟ المثال أعتقد يعني قال شوية وأجيه يسير. المثال الثالث يقول له سيارة طلعت لو بعت يعني سيارة مالتك اشتغلت ستارت يعني بدأت تشتغل. تمام؟ Someone would do something he or she received to do it. I tired to warn him would not listen to me. بين قوسين قال له he received to listen. The car will not start. It is section B. انظاني الول والوط. تمام؟ وضح المقارنة شلون استخدمها بالباص. انظاني ملاحظة يقول الول والوط نوت الماضي الول والوط نوت. تمام؟ وقارني بيناتهم هالمقارنة الجوة. هنا أنا قال لي somebody الوضع اللي استخدمت الشي والهي ذني هم ممكن استخدمهم وكمل الجملة. I also use world to take about things that happened early in the past. يقول لك تستخدم الوضع ممكن يعني ممكن تقدر تتكلم عن أشياء حدثت بالماضي بصورة منتظمة يعني بشيء مو عشوائي. الساعة 7 أروح للدوام أرجع هذا شيء منتظم. ليش؟ أنا يعني عندي شخص ولي أمري إنه ما يخليني حسب وقتي أنا أروح 8 و9 هذا مو شنو. لا هذا شيء عشوائي غير منظم ما يصير أستخدم الوقت. بس من أريد أتحدث عن شيء منظم مرتب عن شيء كوني ثابت أستخدم الوقت. مثلا الصبح الشمس تشرق الساعة 7 هذا شيء ثابت. مو تشرق الساعة 7 هاي شفت تشرق هذا شيء ثابت يعني هذا شيء كوني ثابت. تمام؟ ذاكر المثال هو when we children we lived by sea in summer if the weather was fine we would all get up early and go for a swim. لكن كنا صغار عشنا على البحر في الصيف إذا كان الطقس زين احتدنا نقعد من الوقت ونروح للسباحة. تمام؟ يعني هاي هو يحكي جاي يسولف بالمنظمة يسولف فيها والحالة منظمة شوي. المثال الثاني Richard was an anger he would wake out of the room. تمام؟ هنا أنا ملاحظة أخيرة آخر سطر with the meaning cold is summer to use to say unit 80. يقول لك المعنى الوولد مشابه لاستخدام اليوز تو. تمام؟ عندنا مثال when he used to walk out of the room. section C ذكر الملاحظتين. الملاحظة الأولى أنه تقدر تستخدم الوولد حدث بالماضي طلاب اللي عنده سؤال خلي يقول أود أنا يعني أحصل دكتورة في تعيش اللحظة. شكرا لكم ربي يوفقكم. ذا أكو جيني بوابة. Thank you. شكرا لك لانك قدمتي اون كول يعني انت ما كنتي محضره او تقديمك كان جيد جدا لان انت ما كنت يعني ما تدرين اصلا في اليونت فيك يعني لا على تعيين. فبالعاده الطلاب هذا
the comfort zone يعني يفضلون إن يعرفون المادة اللي يردون يقدمون. شكرا لك، شكرا لهذا التفاهم. نبدأ جاهزة تفضل. أول شيء راح نشرح إنه هو شنو الفرق بين الوش هو معناها آمل. الوش هي and impossible يعني في الشيء مو حقيقي ومستحيل إنه يحدث. مثلاً I wish I could fly. يعني شو هاي بيها قهوة؟ شو هاي بطعم القهوة؟ تتقي المايك تتقي تقي والله العظيم راح نسوي له. اوكي اوكي تقي. I wish I could fly هو يتمنى انه يطير. هذا الشيء هو مو حقيقي ومستحيل يصير، انه ما معقول انه اكو انسان يقدر يطير. اما الهاب شنو الفرق مالتها؟ انه هو something may happen، انه هو يتمنى أن يحدث وهو راح يحدث أصلاً. يعني إذا تمنى مثلاً I hope to see my old friend هو يتمنى أن يشوف أصدقاء القديمين، فهذا الشيء مو مستحيل أنه يقدر يشوف أصدقاء القديمين، لا شيء يعني ممكن أنه يحدث. والوش هي تنقسم إلى ثلاث أقسام، يعني هاي إذا أردت أنه ينطيني جمل وأريد أحلها راح تنقسم إلى بالحاضر والماضي والمستقبل. مثلا اذا اكو جمله راح تنقسم اذا للقسمين من present الى past، مثل I don't have a lot of money I wish I were rich هو يتمنى، هو شي يقول I don't have a lot of money شو وقت هذه بالحاضر هو ما عنده هواي اموال، بس يتمنى انه لو كان عنده هواي اموال بالماضي. والقسم الثاني اللي تكون الجملة من الـ future إلى الـ present، يعني من الظاهر تصل النت عند زميلتكم. كانت تشرح أنواع الوش، ننتظرها في دقيقة. كانت تشرح لكم أنواع الوش وشلون تجي الوش مع الماضي. ما دام منتظرين خلي سلاحته ردت هذا طائفة إنه تشرح يونت 44 لأن ما كان عندك مجال تشرحه بوقتك يعني. Complete the passive voice. إيه نعم كان إيه كان الوقت خلاص وكان عندك يعني تكملة تتم. فإن شاء الله بعد نبأ تكمل لنا اليونت. Tomorrow maybe. ما محضرة. يعني مو مسألة ما محاضرة أكثر ما هو استعداد نفسي لأنه دوام وكذا ويعني وامتحان ده نقرأ هالأيام. فعلى العموم أشوف إن شاء الله ممكن أقدر نشوف ورس نبقى إن شاء الله. باكر هم عندنا تقديم، باكر راح نأخذ أسماء طلبة آخرين إن شاء الله. أتمنى لكم أني ما بدأت زميلتكم كونها الفصل الإنترنت عدا. كانت تحكي عن استخدامات الوش. الوش من الكلمات اللي مثل ما قلت لكم بيها استخدامات متعددة. مرات هذه الاستخدامات مثلا أول استخدام بهذا اليونت للتمني،
I wish you a good luck. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Happy New Year. بعطيكم أمثلة من الوقت يعني حالياً بالعالم وقت الاحتفال بالكريسماس والسنة الجديدة. فدائماً ما تتكرر هاي الصيغة. كذلك بأعياد ميلاد I wish you a happy birthday, a happy graduation بالنسبة للتخرج. هذه الصياغة هي هذا النوع مني يكون بالخير. ما نستخدم بالنيجاتيف يعني ما نقول I will you cut your finger. دائما هذا الوشينج يكون بالبوزيتيف يعني في شيء ايجابي نتمنى اذا الشيء ايجابي لشخص معين. الكلمه المقاربه لها هي هوب اللي هو يامل. دائما يستخدموها بصيغه متشابهة أو مقاربة لكن بيأمل من نستخدم hope إحنا ده نوضح situation معين يعني فتشي راح يحدث بينما وش happy أي شيء المهم يكون سعيد بينما بالhope إحنا جاي نحكي عن موقف معين مثلا يكون موقف يوم سعيد حفلة سعيدة هذا نقول وش بينما إذا نريد نقول يوم مليء بالتفاؤل نقول I hope you have a day full of hope or positivity. بهذه الحالة نستخدم الهوب لأن إحنا دا نصف هذا الحدث وش دائما بشكل عام يعني it's umbrella for just happy we don't know what's gonna happen. هذا بالنسبة إلى استخدام وش الأول. استخدامها الثاني هو for regression مثل ما قلت لكم اللي هي التعبير عن الندم. I wish I knew what to bring. مثلاً أني حضرت مكان معين وما جبت شيء خاص بي بالعالم as a custom من تحضر إلى مكان من تكون مدعو إلى حفلة دائما هاي الثقافات تأثر بهذا النوع من التعامل من تحضر إلى حفلة إلى دعوة عشاء ثقافات أجنبية لازم تجيب شي وياك يعني لازم تجيب باقة ورد علبة شوكليت هيا الله شي ودائما الإنسان اللي يجي من شعوب الأحرى آسيوية يواجه هاي المشكلة ويشان ينحرج فيقول I wish I knew about this I would have brought a candy box. هذه الصيغة ممكن نستخدم بيها I wish for regression بعيدة عن الكتاب لتجيبكم مثال بعيد عن الكتاب كانوا احنا ناقشنا أمثلة في الكتاب هذه الحالة احنا دا نتحدث عن the present هذا الاستخدام حتى نندم على شيء دا يصير حاليا انا حاليا بنص دعوة وما جبت شيء واستحيت وقلت هاي الجملة اذا اريد نحكي عن شيء صار يعني انا البارحة كنت مدعوة والبارحة ما خذت شيء وياي هاي الدعوة واريد اقول بالماضي اريد اقول انه انا اسفة لان ما اخذت a box of candy with me a chocolate or a flower, some flowers. نقول I wish I had known about the invitation. I would have brought a box of candy with me. في الماضي نستخدم صيغة التام اللي نضيف had plus past participle. بالنسبة إلى section دي يتحدث لكم عن الوش مع الكود اللي هي I wish I had or I wish I could have past participle هذه أكيد هذه بعدنا نحكي وش معناها
اللي معناها الندم، بنعبر عن الندم بهذه الحالة. لكن الفرق هنا بالمعنى، الأولى اللي هي I wish I could تعني I regret that I cannot do it. هذه معناها بالتحديد إنه أنا ندمانة لأن لا يكون يحددها. أكيد كنت لا يستطيع، وتجي مع الكدها تعني هو نفس المعنى بس مالي. I regret that I could not do it، اللي هي تعبر عن ندم، الندم على عدم الاستطاعة، واللي يكون بالماضي. الاستخدام الثالث لكود اللي موجود في سكشن دي هو الاستخدام الثالث لوش هو للcomplaint اللي هي الشكوى الشكية. نقدر نستخدم كود مع would مقترنة بود للشكوى أو للشكية عن موقف معين، بالضبط مثل ما أنتوا تشتكون هو. ممكن تستخدمون I wish I could the lecture would be separated. I wish Mrs. Rania wouldn't make us take the lecture together. You can complain about this. فممكن نستخدمها للشكية إذا ترنت مع would. كذلك نقدر نستخدمها not الود المضافة لها إذا كانت هاي الشكية متكررة. يعني مثلا إذا اشتكيت من موقف متكرر، يعني صار حدث was loud every day in the morning he would be loud he would interrupt your peace. يقولون I wish you wouldn't keep interrupting my peace or me. معناها إن أنت صوت عالي جدا تقاطع السلام الداخلي لشخص معين. هذا الاستخدام اللي مع يكون مع would not. الاستخدام الأخير اللي هي بعدنا استخدام للشكية الأمبريلا فورم، إذا نتمنى شيء يحدث Sarah was here or now. لحد الآن واضح؟ نعم واضح. دا يعرض شاني هسه طلعت من هذا البي دي اف بعين الشاشة ظل ما عندكم. عندكم اكو عرض؟ لا نسيت ماكو. لا ماكو، ما ادري هو راح وحده، يعني ظهر الانترنت يضعف ويروح العرض. مو قصدي يعني، انا كنت اشرح فما ادري بس عموما راح ادي اشارك لكم الشاشة. عموما خلي نرجع. هذا بالنسبة إلى وش. منو عنده سؤال بشكل عام عن بني ال 11 يونت؟ سؤال، استفسار، رجعت شاركت السكرين. ست بس العفو ست الوش تصير ويل افعال، يعني اللي يعني شلون نقول ما تحتمل الشر، يعني بس الخير يعني مثلا بالاستخدام الاول اللي هو للتمني. نعم، مو هي ما يجي اللي بعدها ما يكون فعل، عاده تكون اسم وموصوف صفه، لذلك الصفه دائما تكون جيده. نعم، مثلا ما تقدر تقول I wish you a bad day or I wish you a bad holiday or terrible
weekend. ما تقدر تقولها، ما مستخدمه بهاي السيرة. دائما اذا لاحظون best all the اول السلبية، يعني سؤال فلسفي، ليش ما اقول اي وش؟ اذا اني مثلا عندي مشكله مع شخص معين واريد اقول له شيء سلبي، ليش ما اقدر اقول له اي وش يو تيربل مونداي؟ ليش؟ لان وش بمعناها كتركيب كلمه وش الكونوتيشن مالتها something good. اذا حطينا صفه سيئه امامها راح تتقاطع وياها، لان معناها التمني بشكل جيد أو التمن تتقاطع معه. عفوا دكتورة، يعني إذا مثلا أنا بمكان وإجا أحد أنا ما أرغب بوجوده، أي غير مثلا I wish he not coming or what بالضبط؟ لا مثلا اذا تريد اذا تريد يغادر مثلا بالضبط بالضبط، او شخص ما مدعو اجى I'd like you to leave، اريدك تغادر. تقول تحكي شوي شخص ثاني وشفت هذا الشخص الثالث اجى، يعني ما اريد احكي بصيغه مباشره، اريد اقول مثلا اتمنى انه هذا ما جاي او اتمنى هذا ما مدعو. I would like him or her to leave. نفس الصيغه اذا ما تريد تقول مثلا أخوك دعا شخص اثنين، فمن إجا هذا الشخص تقول لأخوك، تقول له I would like فلان now. I would prefer he won't come here. مثلا أنا أفضل إنه ما يجي. ما تستخدم وش بهاي حالة. I wish him to leave. معناها متقاطع، لأن وش دائما بشيء إيجابي، معنى كلمة وش إحنا بالعربي ما عدها هذا التصرف، ما أعرف باللغة فلسفة اللغة العربية أكيد، بس أتمنى إنه ما يحضر أو أتمنى ما يجي، يا ترى مقبولة لغويا مو عاميا؟ نعم لغويا بالإنجليزية خطأ، بالعربي ما أدري. شكرا جزيلا، تسلمين. عفوا. اللغة دائما معنى الكلمة هو اللي يحدد السياق، ومرات السياق يطغى على معنى الكلمة، بس مو دائما السياق يقدر يمحي معنى الكلمة، مرات الكلمة ما تتناسب مع السياق نستخدم سياق آخر. أوكي. هذا بالنسبة إلى خلي نختار طلاب بالنسبة إلى التقديم، محاضرة باتشر أريدها تقديم، أريدها مراجعة كذلك، بعدنا ما أريد أعطيكم مادة جديدة، أريدكم بعدكم تراجعون هذه المادة. محمد إذا ممكن آني؟ ممكن آني همات؟ إذا ممكن؟ لا مصطفى ميت أستاذ أقدر؟ ولا يهمك. أوكي راح أكتب اسمك مصطفى. إي نعم. لحظة إي عبد الخالق. استساني إذا مصطفى. شلون نحل هذا النزاع برأيكم؟ ولا يهمش سعادي عبد الخالق ما كنتش كافي. لا 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 وقع القبلي. اثنيناتكم عندنا وقت كافي، ليش لا صار واحد يعني؟ ان شاء الله. بس تيجي تشوف ردة فعلكم شلون، يعني تبدي مواضيع ستاني قبل لا لا. محمد فلاح يكمل لنا الباسيف وبعدين مصطفى. ما تتعاركون بسهولة، مو أنا حاول أستدرجكم بس ما تتعاركون بسهولة، أو على الأقل لا. مو قدامي مثلا. لا استمعنا. لا أبدا استمعنا طبعا كلش. أوكي يعني ما أدري أنت حاول مع شخص. هسه عدنا مصطفى كمل شايك ما ادري قهوتك تقي ما لنا علاقه بي، واني المشكله ما نشرب قهوه. جدا اعتذر سيد، جدا بس هاي اكو قاعده عندنا قاعده جيم او لا، يعني اذا صاروا انت عندهم اثنين بس قلت لهم اريد واحد ابي اشوف.
تمام. بعد فالنتير تطوعين ل بعد واحد لا تاخذ تالي عندك خطين لا لا اخذت عطل لاب مريم ايش قصدتي ما فهمت كلهم يقومون فانبرهم يعني نحبتهم يقومون يجون يسرحون مريم مريم حسين لا ما شكينا بعدها هي من التاش قديش مقبتي اوكي مريم حسين مصطفى وان شاء الله عبد الخالق حضروا يونيتات براحتكم اي يونيت يعني تختاري لنا انت لا انتو تردوني اختار اني احب اختار ست كيفك انت اذا اختاريتي احنا ضرائدنا من نال الباجر اوكي انت اذا تريد نختار اختار لك هسه تريد نختار لو لا يلا بالله اختاري لست خلي اختار لك لحظة ما اريد تكرار يعني مثلا الباسيف اتوقع انها اي هو مثلا يونس عفوا 45 و46 عبد الخالق واحد من انا 46 انا اريد اذا ممكن اي اكيد مصطفى 46 ان شاء الله 45 اي اللي يحكي عن يجي يعني في سد ست احنا يونت 40 شرحنا 40 40 لا ما شرحنا يا هو الاهم 40 لو 45 كل المهمات 645 شرح انشرح من نبأ نبيان شرحت لنا اياه اي صحيح شرحت لنا اوكي لعد اخذ 40 40 مريم حسين تبين تختارين هسه لو لا بعدين ما تختاري اللي انتي ثمانية وثلاثين تسعة وثلاثين يا ريت واحد بيهم براحتك ثمانية أو تسعة وثلاثين أي نعم محمد تتكمل لنا 44 أستاذة ما سمعت بس فصلنا تختاريتي لي نعم قلت لك تردين يمكن 38 لو 39 أي واحد بيهم ما بي مشكلة ما عندنا مشكلة أوكي 38 راح أختار أوكي 38 إذن نور الهدى تردين تقدمين ناخذ اسمك بس بعدين قدم يعني مو هذا الأسبوع ما أتوقع عند لحد فأستاذة أنا باكر أقدم مريم إيه حضري نفسك الباكر ممكن نلحق ممكن نلحق مو همين الوقت يعني فإن شاء الله نلحق مريم إيه حضري نفسك إذا ما لحقنا أكيد راح تروحين يعني على الأسبوع القادم هذا بالنسبة إلى الاختيار راح أبدي أخذ أسماءكم سويت قائمة وراح إيه نعم زينة نقدر أقدر أخذ اسمك حتى تقدمين الأسبوع ست أني إذا ممكن هم على الأسبوع الجاي يعني زينة طالب نعم لحظة بنين حسين مو صحيح؟ نعم بنين حسين جبار على الأسبوع الجاي على الأسبوع الجاي إذا ما صار على بعده فأنا إذا أخذ الأسماء اللي يرغبون بالتقديم وإن شاء الله الأسبوع القادم وإذا ما يعني إذا ما صار وقت على اللي بعده هذا بالنسبة إلى المحاضرة اللي أنا يعني أفضل إن تقدمون باوربوينت صراحة يا ريت لو تقدمون بهذه الطريقة